الشهيد خالد الحسن، هذا القائد التاريخي بحق هو المفكر الاستراتيجي، مفكر الثورة الفلسطينية الاستراتيجي كان خالد الحسن أبو سعيد رحمه الله، والرحمة على أرواح كل شهدائنا الذين لا نعرف عددهم، لا أحد يستطيع أن يعرف عدد الشهداء لأن الجريمة الإسرائيلية مستمرة، ونتمنى الشفاء لجرحانا والأمن والأمان لأطفالنا. لنعود قليلا إلى ما قبل 7 أكتوبر. حقيقة الشعب الفلسطيني يواجه حكومة فاشية إسرائيلية هي الأسوأ والأكثر تطرفا في تاريخ الحكومات الإسرائيلية. لماذا؟ لأنه نتنياهو الأكثر إجراما وتطرف عقد تحالفه مع اليمين الصهيوني الديني. اليمين الصهيوني الديني خططه وأفكاره معلنة أنه لا مجال للفلسطينيين ولا مكان لهم في أرض فلسطين التاريخية من النهر إلى البحر، هذا مشروعهم المعلن. وشاهدنا أن دول كثيرة من العالم قاطعت هذه الحكومة الفاشية، بما فيها حتى الإدارة الأمريكية رفضت استقبال نصف وزراء هذه الحكومة اللي فيهم سيناتوريتش وبن كثير وجميع الأسماء. وشاهدنا كيف ذهب سيناتوريتش إلى ألمانيا في زيارة لم يستقبل واحد، ووضع في إحدى اللقاءات خارطة حتى يتجاهل وجود الأردن، وضع خارطة تجاهل وجود الأردن، وكأنه أنه أطماعه ستصل إلى أكثر من فلسطين التاريخي. نتنياهو كان بالأمم المتحدة قبل 7 أكتوبر ووضع خارطة لم يشر إلى فلسطين، خارطة زرقاء. إذن الأمور المبيتة والعداء المبيت للشعب الفلسطيني والخطط المعلنة، ليس سرا، الخطط المعلنة كما أعلنها سيناتوريتش وهو يعتبر من المفكرين، وبالمناسبة هو اعتقل في إسرائيل بتهمة الإرهاب لأنه ما مارس إرهاب ضد المدنيين الفلسطينيين وبالقانون الإسرائيلي، واعتقل واتهم بالإرهاب وبالانتخابات مع ازدياد عدد المستوطنين الاستعماريين في الضفة نجح وأصبح لديه كتلة وتحالف مع نتنياهو لياتي وزير مالية ومسؤول عن الأمن الداخلي في لمراقبة الفلسطينيين في الداخل. أيضا طرح كتيب وتم توزيعه وطباعته وترجمته إلى اللغات، وقال إن أمام الفلسطينيين 3 خيارات. الخيار الأول أن يهاجروا، ترانسفير الهجرة، ونحن سنساعدهم في ذلك. الخيار الثاني أن يكونوا عبيد جويم. الجويم بتفسيره الصهيوني الديني المتطرف أنه كل من هو غير يهودي جويم، والجويم يجب أن يكونوا عبيد لدى اليهود. هذا. والخيار الثالث من يرفض هذا المشروع ومن يقاوم مصيره القتل، ما في حل وسط يعني. فوضع الفلسطينيين قبل 7 أكتوبر، أحب أن أشير إلى العقلية الإجرامية الإسرائيلية التي لدى هذه الحكومة الفاشية، هي موجودة مبيتة منذ لحظة تشكيل هذه الحكومة. عدد الشهداء في الضفة الغربية تجاوز 200 شهيد من بداية العام إلى ما قبل 7 أكتوبر. يوميا كان هناك في شهداء، طبعا في مصادرات أراضي، في هدم بيوت، في استفزازات متكررة في القدس، الاعتداءات على المسجد الأقصى شاهدناها أنها لم تحصل في الماضي، يوميا في دخول المسجد الأقصى رغم الاحتجاجات ورغم المواقف السياسية
الرافضة لسلوككم من جميع الأطراف وخصوصا من الفلسطينيين من الأردن كراعي ووصي على المقدسات ومن بقية الدول العربية. تجاهلوا كل ذلك واستمروا في سياساتهم العدوانية. تعدى ذلك الأمر إلى الشتائم والبصاق على الحجاج المسيحيين. حجاج مسيحيين سواء كانوا فلسطينيين يزوروا كنيسة القيامة أو من الأوروبا أو من أي مكان. لا وعندما سألوه لسقط الرسخ قال هذه مسألة عادية، إعادة يهودية قديمة. وهذا كله مصور وموثق وموجود أمام الإعلام. إذن هذه حكومة فاشية. تفضل سعادة. السلام عليكم. تفضل. السلام عليكم. لا لم سعادة السفير اللبناني. هذه هي السياسة الإسرائيلية الموجودة والمطروحة والتي يمارسوها لها بشكل يومي إلى أن جاء يوم 7 أكتوبر وقامت المقاومة بهذا العمل البطولي والذي فاجأ الإسرائيليين وفاجأ العالم وفاجأنا جميعا لأن هذا الكيان الذي لديه الجيش الذي لا يقهر انهار أمام عدد من المقاتلين الفلسطينيين. تقديرات بقولوا 1500 أو 2000 لم يتجاوز الرقم هذا العدد وانهارت جبهة واسعة بحيث أنه سيطروا على أكبر معسكر ربما في فلسطين المحتلة، أكبر معسكر في إسرائيل سموه معسكر غزة. يقال في 3 فرق في أماكن للتحكم والقيادة. أنا مش عسكري لكن قالوا العسكريين الإسرائيليين أنه هذا من أهم المعسكرات. وموقع إيرز ومواقع أخرى وغلاف غزة، المستعمرات الموجودة جميعها تم احتلالها ودخل مواطنين عاديين ربما لم يكن مخطط لهم أن يشاركوا حتى في هذه العملية لأن غزة تعيش سجن حقيقي منذ 16 عام في حصار في إغلاق. وأنت عندما تكون بسجن وتنهار أحد أبواب السجن تجد المعتقلين عندهم رغبة شديدة بالخروج. خرج الناس من قطاع غزة ليروا أراضي أبائهم وأجدادهم التي رحل منهم منها أجدادهم قبل عشرات السنين، ويمكن لأول مرة بحياتهم يشاهدوا هذه المناطق. هذا الانهيار الكبير ربما لم يرق للدول الاستعمارية التي صنعت إسرائيل. وكنا دائما نقول في زمن الثورة الفلسطينية اللي أشار له الدكتور سعيد إشارة سريعة أن إسرائيل هي قاعدة الإمبريالية المتقدمة في المنطقة. كنا نقول أنه شرطي الإمبريالي في المنطقة والولاية 51 والطفل المدلل. وكأن مع الأيام نسينا هذه المقولات واعتبرنا أن إسرائيل دولة قوية بذاتها، هي تحكم بالمنطقة ولديها القوة العسكرية ربما رقم 4 أو 5 في العالم والأقوى في المنطقة. أعيد لنا هذا السيناريو أن هي قاعدة أمريكية المتقدمة في المنطقة، أن الأمريكان على عجل جاءوا بجميع ما يملكون من القوة. وهذا أمر مذهل. أنا حتى الآن بفكر أنه هل هذه القوات التي جاءت من أمريكا حاملات الطائرات والغواصات وجاءت من بريطانيا وجاءت قوات من حتى من إيطاليا ومن ألمانيا ومن كندا 6-7 دول وقعوا، هل جميعهم جاءوا مشان يحاصروا قطاع غزة اللي فيه 2,300,000 فلسطيني؟
أم جاءوا لحصار الشعب الفلسطيني اللي هو عدده 7 مليون في الأراضي المحتلة؟ هذا سؤال أنا برأيي مطروح. أم جاءوا للسيطرة على المنطقة لتوسيع الصراع والسيطرة على المنطقة؟ سؤال: لماذا جاءوا بكل هذه القوات وأصدروا البيانات التي تعطي إسرائيل كما قالوا الحق في الدفاع عن النفس؟ ومنذ اللحظة الأولى لكل من يعلم ويعرف بالسياسة ويحلل قال أن هذا ضوء أخضر لإسرائيل، حق الدفاع عن النفس ستستخدم إسرائيل ضوء أخضر لإبادة الشعب الفلسطيني، وهذا بالفعل ما قاموا به ويقوموا به حتى هذه اللحظة. اليوم سمعنا عن مدرسة الفاخوري في جباليا كيف قصفوها بالليل، احنا سمعنا عنها متأخر لأنه ما في نت ولا في اتصالات ولا في تصوير. مدرسة فيها أكثر من 20,000 لجوا إليها المواطنين، في علم اليو أن، مفروض مكان آمن. أنا سمعت أحد من المدرسة بيقول نحن نعطي تاع اليو أن الأمم المتحدة إحداثيات ونتواصل مع الجانب الإسرائيلي مرتين باليوم، مرتين بيقولوا لهم عدد الناس الموجودين عندنا كذا، إحنا في وضع كذا، حتى لا يقولوا والله في خطأ ما وقصفنا هذه المدرسة. ومع ذلك وصفت المدرسة، جهدنا الجريمة، لا أحد يعرف رقم هذه الجريمة. 48 في الحديث عن أنه في 52 جريمة ارتكبت في حرب 48. 750,000 فلسطيني هجروا، من ضمنهم آبائنا وأجدادنا. 450 بلدة وقرية تم تدميرها. اليوم ما هجروا بشمال غزة وهي جريمة حرب أكثر من 1,300,000 مواطن فلسطيني، طبعا في الجنوب تهجير. إذن ثلثين المجتمع الفلسطيني 2,300,000 هم تركوا أماكن سكن، إذن نزحوا داخليا في إطار قطاع غزة، ضعف العدد اللي حصل في 48. شو نسميها، نكبة؟ بالمناسبة هم يستخدموا بالعبري كلمة نكبة في طريقة انتقامهم والتحريض، قالوا يجب أن نقوم بنكبة ضد الفلسطينيين، بمعنى تطهير عرقي، بمعنى قتل المدنيين الفلسطينيين، وبدأوا بفكرة لتهجير الفلسطينيين، وهي أيضا فكرة قديمة وليست جديدة. هذه الفكرة طرحت في 56 ورفضها الشعب الفلسطيني، طرحت في السبعينات ورفضت، وكان لديهم جنرال اسمه إيغولا آيلاند وضع خارطة الطريق وقال الحل هو تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. مساحة قطاع غزة 350 كيلومتر مربع، 365 كيلومتر مربع. قال بنعطيهم 720,000 كيلومتر مربع في سيناء، وكان هو يقسم الأراضي العربية يعني ضعف مساحة قطاع غزة، وبالمقابل نعطي مصر في جنوب النقب في جنوب فلسطين مساحة نفس المساحة، ورفضت في زمن الرئيس مبارك، ورفضت فلسطينيا ورفضت مصريا. بعد 7 أكتوبر اعتقدوا أنه الفرصة جاءت لهم ويجب أن يقوموا بعملية إجرامية لترحيل الفلسطينيين، وشاهدنا أنه لم يتركوا أحد، لا مدني، يقصفوا المدارس قصفوها، المستشفيات قصفوها، البيوت الآمنة قصفوها، لم الكنائس المساجد لم تبقى حرمة لمكان إطلاقا، وطلبوا من الناس المغادرة، وكان الهدف هو تهجيرهم إلى سيناء. ولكن أنا برأيي أنه الموقف العربي، الموقف المصري، رفض هذه الفكرة بشكل قاطع. وعندما جاء وزير الخارجية الأمريكي يوم 8 شهر أو 9 شهر ونزل في مطار الليد، مطار اسمه تل أبيب، قال أنا جئتكم ليس فقط كوزير خارجية، أنا جئت كيهودي أتضامن
معكم. وقام بجولة في الدول العربية، وليس سراً طلب من الدول العربية أن تستوعب الفلسطينيين في قطاع غزة مؤقتاً، خذوهم مؤقتاً، وهم يدركون أن المؤقت يصبح دائم. ولكن كانت الإجابة قاطعة بأنه رفض من جميع من قابل في مصر والأردن والسعودية، وعمل جولة بقطر والإمارات وأنا لا أعرف هذه الجولة، وعاد إلى إسرائيل لينقل لهم أن الموقف العربي صارم اتجاه موضوع الهجرة. وإحنا استمعنا جميعا، وهي معالي سفيرة الأردن موجودة من الأردن، ولا زلنا نستمع يوميا رفض موضوع التهجير. وأنا كمواطن فلسطيني أخلقني، يمكن كنت أسأل دائما هذه التصريحات الأردنية المتكررة. الأردن دولة العميقة، دولة لديها علاقات الدولية واستخباراتها، لا يمكن أن تكرر هذا التحذير لولا أن هناك خطر حقيقي ومعلومات عن خطر حقيقي في لدى الإسرائيليين نية لتهجير الفلسطينيين أيضا في الضفة. وهم بالمناسبة التركيز في غزة والجرائم الكبرى في غزة، ولكن أيضا في الضفة الغربية يمارسوا ترانسفير داخل تهجير. وفي منطقتين على الأقل، منطقة اسمها مسافر يطا جنوب الخليل، جنوب الضفة الغربية، تم ترحيل الناس موجودين منذ آلاف السنين فيها، تم ترحيلهم في هذه الأيام. شمال الأغوار في المناطق المطلة على الأغوار من محافظة سلفيد ومن محافظة طوباس أيضا تم تهجير الناس فيها في هذه الأيام. وهناك اقتراحات أنه في محيط المستوطنات يريدوا أن يعملوا مناطق عازلة لهذه المستوطنات، غلاف سموها المستعمرات، غلاف المستوطنات، بمعنى أن مزيد من الأراضي الفلسطينية الخاصة يريدوا مصادرتها حول هذه المستوطنات. دخلوا بهذه الحرب الانتقامية بهذا العدوان، وأنا أعتقد أنه ما يجري هو، أنا ضد استخدام كلمة حرب، لأن الحروب تأتي بين جيوش فيها تكافؤ في الأسلحة، في العتاد، في القوة، كما يجري في روسيا بين روسيا وأوكرانيا، هناك حرب. إحنا الفلسطينيين ما نقوم به هو مقاومة، والمقاومة لها قوانينها. المقاومة الشعبية من الشعب اللي يتعرض للاحتلال لها قوانين. حرب الإمكانات القليلة ضد الإمكانات الكبيرة، زمان كان اضربوها، وهكذا. لا، لأنه لا تملك أنت من الأسلحة ما يقف أمام آلة الحرب الإسرائيلية الكبرى وما جاءها من دعم. بالمناسبة نقلوا لهم من الأسلحة ما لم تحصل عليه دولة لا بالناتو ولا خارج الناتو، وحتى الآن ينقلوا القذائف بالليزر، موجهة بالليزر، وكل أنواع الأسلحة التي لقتل الفلسطينيين. ووضعوا الفلسطينيين، عادوا لخطتهم. هذه الحكومة هي نفس الحكومة اللي حكينا عنها قبل 7 أكتوبر، حكومة فاشية تريد ترحيل الفلسطينيين. وضعوا بمخططهم أنه هذه فرصة، يجب تهجير قطاع غزة. وبالمناسبة صربت وثيقة عن وزارة المخابرات الإسرائيلية أو الاستخبارات الإسرائيلية، حكى فيها النائب أيمن عودة في الكنيسة، وبعد ذلك وجدت، لأنه مركز دراسات وأبحاث عملها وموجودة. وقولوا أنه إحنا نريد، وضعوا ثلاث خيارات لما بعد الحرب في غزة، رغم أنه أنا أعتقد كل ما يقال عن ما بعد الحرب في غزة أو بعد العدوان على غزة ولضر الرماد في العيون ولإلهاء الناس عن الجريمة التي ترتكب. نحن ما نريد أولا وقف هذا العدوان، أولا وقف هذا العدوان، وثانيا ممكن فتح ممرات آمنة من أجل إغاثة الناس، لأنه هناك جريمة ضد الإنسانية ارتكبت،
منع المياه، الغذاء، الدواء، المحروقات، في مجاعة في غزة. هذه جريمة عقوبة جماعية، هذه جريمة حرب ضد القانون الدولي، ضد القانون الإنساني الدولي، وهي جريمة ضد الإنسان يمارسون. ومع ذلك هم نشروا هذه الدراسة، قالوا الخيار الأول أن تعود السلطة إلى غزة، هذا الخيار الأسهل، ولكن السلطة ضعيفة والسلطة مكروهة من الشارع ولن تكون مقبولة، ولكن بالنسبة لنا هذا الخيار مرفوض. لماذا مرفوض؟ لأننا لا يمكن أن نحول نتيجة هذه الحرب كما يسموها إلى نصر استراتيجي للوطنية الفلسطينية، لأن وحدة الضفة وغزة يعني العودة إلى مسار حل الدولتين، وبالتالي فتح الطريق أمام حل الدولتين ووجود دولة فلسطينية. هذه الحكومة لا تريد لا حل دولتين ولا أي كيان سياسي ولا أي دولة فلسطينية. حطوا هذا الخيار على جهة. الخيار الثاني هو أن يحتلوا قطاع غزة ويدعوا إدارة عسكرية إسرائيلية، وقالوا أن هذا الخيار سيغرقنا في رمال غزة وسنخسر، ينحصر التأييد الدولي، لأنه هم يعتقدوا حتى هذه اللحظة التأييد الدولي والقطاع الدولي موجود لإسرائيل لتنفيذ جريمتها باحتلال قطاع غزة وتدمير ما يمكن تدمير. من خلالهم لا ينظروا إلى الرأي العام الدولي، هم ينظروا إلى أمريكا والدول الغربية التي تساند أمريكا، يعتقدوا أنه لا زال لديهم الدول. إذا دخلنا غزة وضعنا إدارة عسكرية سنغرق، وبالتالي سنخسر التأييد الدولي وسندخل في إشكالات. الخيار الثالث وهو الخيار الاستراتيجي المهم لإسرائيل هو الترحيل. إذا لا زال خيار الترانسفير أو الترحيل موجود لديهم، ويعتبروا هذا خيار بحل المشكلة بشكل نهائي. وإذا خلصوا من قطاع غزة سيأتوا إلى الضفة ويقوموا بعملية الترحيل والترانسفير في الضفة، وهم يمارسوها بالقدس بالمناسبة. نحن نعلم كم عدد البيوت التي تهدم كل عام في مدينة القدس، ولا يسمح للفلسطيني بإعادة بناء أي غرفة أو بيت له، فهو بده يصفي خارج حدود الجغرافية للقدس، خارج الأسوار اللي وضعوها أو الجدار الفصل العرس لمدينة القدس. إذن هذا هو مشروع الشعب الفلسطيني. أنا برأيي هذه الحرب أو هذا العدوان الهمجي البشع اللي كما قلت في المقدمة لا أحد يستطيع أن يحصي عدد الشهداء، لأنه وزارة الصحة الفلسطينية تحط الرقم عبر من يصل إلى مستشفيات، ويكون في معلومة دقيقة أنه توفى، حطوا أنه هذا استشهد أي رقم، لكن في آلاف من الفلسطينيين لم يصلهم أحد، توفوا تحت أنقاض العمارات والأبراج التي ردموها، ولا توجد لنا آليات ضخمة ولا مسموح لنا الحركة، فيش سيارة الإسعاف محروقات تتحرك، فما لا أحد يستطيع أن يتحرك. بالتالي هناك آلاف الفلسطينيين، وقد نفجع بالرقم، نجد بعد نهاية الحرب أننا نجد أن هناك عشرات الآلاف من الفلسطينيين تحت الأنقاض، غير الجرحى اللي هم بالآلاف. طيب، هل هذا المشروع سيتوقف في شمال قطاع غزة ولا سيذهبوا إلى الجنوب، خصوصا أنهم لم يحققوا أي نصر عسكري يعود فيه لإعادة الاعتبار إلى قوة الردع الإسرائيلي. إسرائيل والعالم ذعر، صابهم الذعر، لأن إسرائيل الدولة اللي جاءت للسيطرة على المنطقة ولتقوم ليس فقط حماية نفسها، حماية الدول في مواجهة أي خطر خارجي ضمن ترتيبات معينة، هي غير قادرة على حماية نفسها. إذن قوة الردع الإسرائيلية ذهبت، وهذا سيفتح المجال لبداية نهاية. جاءوا بكل هذه القوة، وأنا قرأت لأكثر من إسرائيلي، منهم دونستروس اللي معروف، هذا رابي
يهودي وكان مبعوث سلام باسم الأمريكان، بقول يجب إعادة قوة الردع لدى الأعداء قبل الأصدقاء، لدى الأعداء قبل الأصدقاء، وهو يقصد الأصدقاء، لأنه إذا كان أصدقاء إسرائيل يعتقدوا أنه إسرائيل فقدت إمكانية حمايتهم وفقدت قوة الردع لن يتحالفوا مع إسرائيل، فبدهم يعيدوا الاعتبار. الأعداء الذين رأوا بإسرائيل أنه 1500 هزموها وعندهم 100,000 سيفكروا بالقيام بنفس العمل ضد إسرائيل، فيريدوا أن يستمروا بهذا العدوان أو العملية العسكرية اللي بسموها إلى أن يعيدوا الاعتبار وقوة الردع لإسرائيل عند الأصدقاء والأعداء وعلى مستوى العالم. وهذا أنا برأيي لن يتمكنوا منه بعد عشرات السنوات، لأنه هذه قصة أخرى. إسرائيل دولة تحمل بذور فناها، إسرائيل دولة دائما موجودة متكاتفة نتيجة الخطر الخارجي، وهم يصدروا الخطر الخارجي حتى يبقوا معا، ولكن في حقيقتهم هم عدة أثنيات في تناقضات كبيرة في هذا المجتمع. أولا بين علماني ومتدين، التناقض كبير جدا. ثانيا بين شرقي وغربي، التناقض شديد جدا. إذن بين إثنيات روسي على من بولندا على من اليمن على من المغرب على أيضا تناقضات، لأنه كل واحد جاي بثقافته بحضارته بلغته بعاداته بتقاليده. هذا مجتمع، سعادة السفير اليمني بالرحب في ألم على المسألة معليك على المسألة. معذرة على المسألة. كم دقيقة أنا حكيت تلاقي في ماشي بال. ما حسبت والله. رسل. ما حسبتش. ف يريدوا أن يعيدوا قوة الردع للجانب الإسرائيلي على حساب دماء الفلسطينيين، يريدوا أن ينتصروا على حساب المدنيين الفلسطينيين. هم بقصفوا في مجتمع مدني أعزل من السلاح، في مقاومة، نعم في مقاومة، المقاومة ممكن على نظرية أضرب وهرب، تضرب جندي إسرائيلي أو دبابة إسرائيلية، لكن لا يوجد جيش ولا قواعد عسكرية ولا مطارات ولا موانئ ولا الإسرائيل، يعني لا يوجد أهداف عسكرية إسرائيل تأتي للاحتلال أو القصف. كل ما هو أمامه مجتمع مدني. بالعكس، المجتمع المدني الفلسطيني 16 سنة في حصار، وقبل 16 سنة إحنا من 67 ونحن تحت الاحتلال في حصار، كما هي غزة هي الضفة أيضا في حصار. من يمر دخولا إلى فلسطين بمر على حاجز إسرائيلي يتم تفتيشه، كل الإجراءات اللي بتمر منها في مطارات العالم شيء، وعندما تدخل إلى فلسطين إلى بلدك تتعرض لإجراءات تفتيش أخرى مختلفة عن الآخرين. طيب إذن هم يدركوا أنه في مجتمع فلسطيني أعزل من السلاح ويمارسوا ضده كل هذا العداء. ماذا نريد نحن كفلسطينيين مرة أخرى، وماذا نريد من حاضنتنا العربية والإسلامية والدولية الإنسانية؟ أنا برأيي أن اليوم العالم انقسم إلى قسمين، لم يعد مطلب وقف الحرب والعدوان على غزة مطلب فلسطيني ولا عربي ولا إسلامي، أصبح مطلبا أمميا تتبنى الشعوب في كل مكان، تتبنى الشعوب في كل مكان. وهناك قلة من اختاروا أن يكونوا مع الإجرام مع الفاشية مع النازية الجديدة في دعم إسرائيل تحت عنوان حق الدفاع عن النفس في ارتكاب هذه المجازر ضد الشعب الفلسطيني. إلى متى نصل لفرض وقف العدوان؟ شفنا إحنا في الجمعية العمومية كان في 120 دولة جاءوا وقالوا نحن مع وقف العدوان، ولكن للأسف الشديد أمريكا قالت ليس وقت، هذا ليس الوقت المناسب لليوم. ومن يصرح؟ الرئيس الأمريكي. طب يا عالم، إحنا شعب فلسطيني، شعب صغير،
عندنا 7 مليون داخل فلسطين بنناضل من أجل حريتنا، لكن نحن لا نريد أن تكون حربنا مع أمريكا. إحنا ما بدنا نحارب هذا السوبر باور، لم نختار ذلك، هم اختاروا وجاءوا. وزير الدفاع كان بغرفة العمليات، الرئيس الأمريكي جاء يجتمع مع الكابينة اللي بسموها مجلس الوزراء المصغر، وزير خارجيته أجى عدة مرات، ورؤساء أوروبا جميعا جاءوا لاسترضاء إسرائيل ولم يستقبلوا حتى بشكل محترم، جاءوا ليركعوا ويأخذوا الولاء من هذا الكيان الفاشي. نحن لم نختار أن نذهب لمحاربة هذا المعسكر الغربي، هم اختاروا أن يحاربوا الشعب الفلسطيني. كل ما نريده هو الحرية والاستقلال، وأنا بقول أنه طريق الحرية والاستقلال للشعب الفلسطيني هو الطريق الذي سنختاره، وسنجتمع جميعا كفلسطينيين حول هذا الطريق للوصول إلى الحرية والاستقلال، لأنه الحرية قيمة لا يمكن تجزئتها، لا يمكن التنازل عنها، لا يمكن قبول طرح سوموتريتش أن نكون عبيد عندهم، ولا أن نغادر بلدنا طوعا أو قسرا. هم بيقولوا الآن بدأ المنظومة الغربية تقول لا احنا ضد التهجير قسرا. طب ما هو أنت تخلق ظروف. اليوم مسؤول الأمم المتحدة الناطق الإعلامي باسم وكالة الغوث اسمه عدنان عدنان أبو حسنة أو شيء أنا بعرفه شخصي، بقول أن غزة هي من أول غير لا تتوفر فيها ظروف الحياة الطبيعية للبشر. اليوم الإنسان غير قابلة للحياة فيها بشكل إنساني، لأنهم دمروا كل شيء، دمروا كل شيء. العدوان مستمر في غزة، العدوان مستمر بالضفة الغربية، قصفوا امبارح ليلا في مخيم بلاطة بليل جو. طب أنت تحتل الأرض، لماذا تأتي بالطائرات وتقصف ناس تستطيع أن تصلهم وتعتقلهم؟ كل ما دخلوا إلى مخيم بالضفة الغربية أو إلى مدينة يأتوا بالديناين الجرافات الكبيرة هاي ويجرفوا كل البنية التحتية. طب أنت في غزة تبحث عن هو بسميهم رهائن، عن الأسرى. طب شو بتبحث في أزقة وشوارع قرى ومخيمات الضفة الغربية؟ لماذا تدمر البنية التحتية؟ هذا انتقام لم يسبق له مثيل من دولة تدعي أنه هي تمثل الحضارة الغربية في منطقتنا. على كل هم لديهم من الانقسامات والمشاكل الكثيرة، وهذا الفشل سينعكس عليهم لأجيال قادمة. إسرائيل قائمة دائما في خلافات سياسية، لكن دائما قائمة على الثقة بأن المؤسسة العسكرية توفر لهم الأمان، وهم يشعروا بأمان لأن لديهم المؤسسة الأقوى في المنطقة. اليوم المواطن الإسرائيلي فقد ثقته بقيادته السياسية، وفقد ثقته بجيشه أو بمؤسسته العسكرية لأنه لم يستطع أن يحميهم. هم بيبرروا بيقولوا أنه إحنا وضعنا بالضفة الغربية 100,000 جندي في الأيام التي سبقت 7 أكتوبر، وبالتالي كان هناك تراخي على الحدود. لكن أنا بعتقد أنه هذا العدوان أولا يجب أن يتوقف، ثانيا الإغاثة الإنسانية لقطاع غزة وبعد ذلك الإعمار، ويجب أن يكون هناك حوار فلسطيني. وأنا بأكد لكم أنه 14 مليون فلسطيني الآن يتألم كما نتألم، 14 مليون فلسطيني موحدين ضد هذا العدوان، ويجب أن يكون هناك حوار على برنامج نضالي سياسي في إطار منظمة التحرير حتى نستطيع أن نحول هذه النكبة، هم يريدوها نكبة،
إلى فرصة لفتح طريق أو آفاق جديدة لوصولنا إلى إقامة الدولة وإنهاء الاحتلال. وأنا برأيي في الرأي العام الدولي بدأ البعض ينظر أن المشكلة ليس في 7 أكتوبر وما حصل، المشكلة كما قال الأمين العام للمتحدة، المشكلة في حالة الفراغ وترك الاحتلال طول هذه السنوات دون معالجة مشكلة الفلسطينيين بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة.